صارك حال شباب، معكم الشركية. الشركة كيف جالكم فيديو جديد؟ أول شيء آسف على السحبة اللي صارت، شهر مقطوع من كل مكان، والله مو بكيفي، بس قاعد أمر بوعكة صحية، والوعكة هي طولت للأسف إلى الآن قاعد أمر فيها. فأتمنى أول شيء إنكم تدعوا لي بشهر رمضان إنه الله يشفيني ويشفي جميع المرضى بكل مكان. ثاني شيء، أدري الإضاءة بالفيديو ما هي كويسة لأنه الوعكة الصحية في عيني، فما قاعد أستحمل أي ضوء للأسف، فعشان هيك في أضوية هيك بس ما لي حاطة عليه. فالفيديوهات القادمة راح تكون بهالإضاءة، أتمنى تستحملوني هالفترة، وإن شاء الله من هالفيديو راح أرجع على اليوتيوب بس شوي شوي، يعني ما راح أرجع نفس أول، خلينا نقول فيديو أو فيديوهين بالأسبوع. فأول فيديو إلي بعد القطعة راح تكون عن بلاك أوبس 5 وعن الزومبي، لأنه أدري مشتركيني الأصليين مشتركين للزومبيز. فبهالفيديو راح أتكلم كل شيء عن بلاك اوبس 5، راح اتكلم عن كل التسريبات اللي نعرفها عن جزء كول اوف ديوتي القادم اللي هينزل هالسنه. راح يكون من تطوير اترايارك، وممكن يكون اسمه بلاك اوبس ممكن لا، بس راح يكون مرتبط ببلاك اوبس والزومبي وكل شيء. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. قبل ابدا الفيديو يا شباب، اسحب اشكر انفيديا، ايسس ومحلات فيرجن لرعايتهم اول فيديو الي بعد السحبه اللي صارت. فبهالفيديو عندهم عرض جدا خرافي للناس اللي ساكنين بالامارات، والعرض عباره عن شيئين. اول شيء في خصم جدا كبير على كل لابتوبات ايسس روج من محلات فيرجن، سواء اونلاين او لو رحت على المحل، اظن حاليا اونلاين مولات مسكره، ففي خصم على اللابتوبات بشكل جدا كبير، لان الناس كلهم حاليا قاعدين بالبيوت، فالشركات كلها قاعده تعمل خصومات على كل شيء. والشيء الثاني الخرافي هو انه لو اشتريت اي لابتوب ايسوس روج من محلات امازون راح تاخذ $100 على ستيم. فراح اول شيء تاخذ خصم على اللابتوب، وبعدين راح تاخذ $100 على ستيم تشتري فيها اي لعبه بدك اياها. طبعا شايفينه قدامكم هو انبوكسنج سريع لاحد اللابتوبات اللي ضمنا بالعرض، اللي هو ايسوس روج زيب هايرس اس جي اكس 502 جي. اسمه صعب بس انتم شايفين شكله جدا حلو، شكله مو لابتوب جيمنج ضخم، لا شكله انيق وفينك تاخده معك اي مكان، حجمه ما هو كبير ابدا، بس لا يغرك شكله، مواصفاته جدا خرافيه. هي مواصفات لابتوب قدامكم حاليا. اكثر شيء مهم هو كرت الشاشه انفيديا جي فورس ار تي اكس 2070، كارت جدا قوي، ما ادري كيف وسعوه بهاللابتوب. باستعمال كارت شاشه بهالقوه من انفيديا فينك تلعب العاب باطارات جدا قويه، على سبيل المثال وارزون، كول اوف ديوتي مودرن وورفير وارزون انتم شايفين قدامكم. فلمواصفات اكثر عن اللابتوب وعن العرض ولينك الشراء كلهم موجودين بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، الفيديو راح يكون مقسم لثلاث اقسام. اول شيء راح احكي لكم كل التسريبات الشبه مؤكده من مصادر موثوقه اللي نعرفها، بعدين راح احكي لكم التسريبات يلي ما هي موثوقة بس كلام قاعدين نسمع على ريدت، يعني الناس قاعدين يكتبوا اشياء، فما يعني ممكن تكون صحيحة ممكن لا، بس ما لها مصدر موثوق نفس اول تسريبات. واخر شيء الكلام اللي طلع من مؤتمر اكتيفيجن يلي عملوه من اسبوع تقريبا. مؤتمر الاكتيفيجن مو للناس، لا مؤتمر للشير هولدرز، الناس اللي اشتروا اسهم بالشركة وكذا، فعادة يلمحوا فيه عن اللعبة بشكل جدا خفيف. فاول شيء خلينا نبدا بالاشياء الشبه مؤكدة من مصادر موثوقة. اوكي خلينا نبدا من بداية الكلام عن بلاك اوبس 5 او اللعبه القادمه. بدايه الكلام بدات من السنه الماضيه شهر 5 2019، بدا الكلام من احد المسربين اللي اسمه جيسون شرايدر. مو احد المسربين، هذا شخص اعلامي بمجال الالعاب، معروف جدا انه عنده علاقات بشركات العاب، فدائما كل كلام اللي طلعه يكون كلام شبه مؤكد. تسرب كثير كلام على بلاك اوبس 4 انه كيف ما كانت جاهزه وفي مشاكل بالتصنيع وكذا، وفعلا بلاك اوبس 4 شفنا فيها كثير مشاكل. تسرب كثير كلام عن مودرن وورفير ومن هالكلام. فالمهم جيسون شرايدر بشهر 5 السنه الماضيه قال انه اللعبة الجاي راح تكون من تطوير اترايارك. ليش؟ كان المفروض اللعبة تكون من تطوير سلج هامر يلي ساوت كول اوف ديوتي وورد وور 2 وادفانس وورفير، وبمساعدة ريفن اللي عملوا ريماستر لمودر وورفير، واظن ريماستر مودر وورفير 2 طور القصة وغيرها من الالعاب. بس الشركتين هدول سلج هامر وريفن ما كان في اتفاق بينهم، كانوا دائما على خلاف، وكانت اللعبة ما راح تجهز. فشافت اكتيفيجن انه لازم تحط شركة ثالثة معهم وهي اللي تدير الامور، بشكل انه ريفن وسلج هامر خلاص يسمعوا كلام هالشركة، ما يصير في خلاف بينهم. فجابوا شركة اترايار قالوا لها انتوا راح تمسكوا لعبة كول ديوتي القادمة، وريفن وسلج هامر راح يساعدوكم. ففعليا اللعبة القادمة صحيح انه
يعني مرت بمشاكل، انه اول شيء شركتين عم بتخالفوا، بعدين ما في وقت، انه جابوا اكتيفيجن جابوا تغير بشكل جدا سريع اقل من سنه ونص، فواضح انه بدايتها مشاكل. بس تذكروا انه ثلاث شركات عم يشتغلوا، مو شركه واحده، لا ثلاث شركات وشركتين كبار اللي هم سلج هامر وتغير. الشركات كل واحده عاده تعمل لعبه الخاصه فيها ومعهم ريفن، فيعني صح انه وقت اقل بس ثلاث شركات، فيعني اظن هذا الشيء رح يعوض عن الوقت. اوكي، هذا اول شيء قاله جيسون شرايدر. بعدين بعد كلام جيسون شرايدر بشوي طلعت شارلي انتل اللي هو موقع مخصص لتسريبات كول اوف ديوتي، وما طلعت تسريبات الا صحيحه لانه يعني موثوق، يعني اكبر مسربين لكول اوف ديوتي، قالوا هم وجيمينج ريفولوشن هذا يوتيوبر كمان قاعد يسرب كتير اشياء لكول اوف ديوتي وتطلع صحيحه، قالوا ان اللعبه راح تكون بعالم بلاك اوبس، يعني بعالم القصه تبع بلاك اوبس 1 بلاك اوبس 2 بلاك اوبس 3 بلاك اوبس 4 نوعا ما، القصه اللي رامينها جنب راح يكون من عالم بلاك اوبس، وراح يكون باحداث الحرب البارده او الكولد وور اللي هي نفس احداث كول اوف ديوتي بلاك اوبس 1 او هي حرب الفيتنام كمان. وقالوا انه ما راح يكون اسم اللعبه بلاك اوبس 5، يعني اللعبه راح تكون بعالم بلاك اوبس بالحرب البارده وحرب الفيتنام اللي هي بلاك اوبس 1، بس ما راح يكون اسم اللعبه بلاك اوبس 5. صراحه مستغرب ليش، اظن ما هتكون بلاك اوبس 5 لانه راح تكون احداثها قبل، فما هو بالمنطق يحطوا بلاك اوبس 5 واحداثها قبل بلاك اوبس 1 او بين بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2، فاظن الها دخل، يعني هيك هتكون بلاك اوبس، اظن انا من وجهه نظري راح تكون بلاك اوبس بس مو بلاك اوبس 5، بلاك اوبس شيء ثاني. فاي بعدين بعد هالكلام كله طلع جيسون شرايدر مره ثانيه وقال اكد انه تسريباته اكدت انه اللعبه راح تكون بالحرب البارده او حرب الفيتنام، فخلص شبه مؤكد راح تكون احداثها بالحرب البارده اللي هي نفس بلاك اوبس 1. وبعدين قال انه اللعبه ما راح تكون ريبوت، ما راح تكون نفس مودر وورفير. مودر وورفير شفنا ريبوت انه جابوا شخصيات نعرفها اللي هو كابتن برايس وبنوا عليه قصه جديده مع باقي الشخصيات الثانيه، قال هالكلام ما راح يصير مع بلاك اوبس، ما راح تكون ريبوت، لا راح تكون بنفس العالم وراح تكون شيء له علاقه مرتبط بقصه بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2 و3 وكذا. فصراحه شيء حلو لانه الريبوت نوعا ما، مودر وورفير الريبوت كان خرافي بس نوعا ما يعني شوي صعب تتقبل، لانه انت تعرف الشخصيات بقصة معينة بعدين فجأة يقولوا لك لا شخصيات قصتها شيء ثاني وما وانسوا القديم، فكويس انه ما راح تكون ريبوت. خلصنا من شارلي انتل وجيسون شرايدر، اجالنا شخص صيني. هالشخص الصيني ما حد يعرف مين هو او شو تسريباته، بس الشخص الصيني هاد السنة الماضية سرب كتير اشياء عن كول اوف ديوتي مودرن وورفير وكلها طلعت صحيحة، فنوعا ما نقدر نضيفه لقائمة المسربين الموثوقين. قال انه اول شيء طور القصة راح يكون مشابه جدا لقصة بلاك اوبس 1، بعدين قال الملتي بلاير راح يكون جدا مشابه لاجزاء كول اوف ديوتي القادمة، ما راح يكون في تغيير مجنون. بعدين كلام مهم تكلم عن الزومبي، قال الزومبي راح يكون في تغييرات بشكل جدا كبير، راح يكون جيم بلاي جديد للزومبي، وحكى بعدين انه هو حب الجيم بلاي الجديد لانه هو شخصيا ما يحب الايستر ايج او ما يحب الالغاز، فنوعا ما هالكلام خوفني شوي، يعني قاعد يلمح انه الزومبي صار له جيم بلاي جديد فما في الغاز، او هو حبه لانه ما يحب، هو حب الجيم بلاي الجديد لانه هو ما يحب الالغاز، فيعني قاعد ينوه انه ما في الغاز. فعندي اكثر من فرضيه راح احكي لكم اياها. اول شيء انه ممكن قصده نفس بلاك اوبس 2 نظام، انه يكون في ماب اساسي وفيه الغاز بشكل جدا كبير، الغاز فرعيه ولغز اساسي، وبعدين الماب الكبير نفسه يقسموه لمابات صغيره للناس اللي ما يحبوا الالغاز يلعبوا نفس تاون وباس ديبوت بكول اوف ديوتي بلاك اوبس 2. فاظن ممكن هذا قصده، واتمنى يكون هالشيء صحيح. هالشيء ما شفناه لا ببلاك اوبس 3 ولا ببلاك اوبس 4 ولا بلاك اوبس 1، فقط بلاك اوبس 2 اللي سوت هالنظام، كان شيء جدا خرافي، فممكن هذا قصده، او ممكن انه غيروا الجيم بلاي لدرجة انه ما يكون في الغاز، اتمنى هالشيء غير صحيح. لا تنسوا انه جيسون بلندل طلع، ما تكلمت عن هالشيء اظن كلكم عارفين، جيسون بلندل طلع من الشركة بشكل رسمي، وجيسون بلندل كان هو مسؤول الجيم بلاي اللعب، ما هو مسؤول القصة، مسؤول القصة هو الكاتب كريغ هيوستن، جيسون بلندل كان مسؤول جيم بلاي فطلع، فالشيء طبيعي نتوقع اختلاف بشكل جدا كبير
بالجيم بلاي، فممكن نشوف جيم بلاي جديد كليا، يعني غير ميكانيكية الزومبي اللي هو تبدأ جيم وبعدين لو خسرت خلاص جيم اوفر ولازم تعيد كل شيء من الاول. هيك نشوف شيء نفس لعبة وورفريم او لعبة داستني، اللي هو انه لو بديت الجيم وخسرت تعيد من تشيك بوينت، او لو سكرت الجهاز ترجع ثاني يوم وتكمل مكان اللي وقفت فيه. اظن ممكن يعملوا هيك تغيير، بس بعدين الناس كتير قاعدوا يكتبوا لهذا الشخص الصيني انه شو قصدك غيروا بالجيم بلاي، شو قصدك انه ما في الغاز. راح رد عليهم، ما اقدر اقول كتير، بس اللي اقدر اقوله انه ما في تغيير جذري. قال انه الجيم بلاي القديم لساعته موجود، فنوعا ما نقدر نطمن انه ما هو تغيير جذري. اظن الكلام قلته من شوي انه ما في تشيك بوينت وتقدر انك لما تموت لازم تعيد من الاول، نفس نظام الزومبي اللي نعرفه. اظن هالكلام كله راح يكون موجود، بس راح يكون في تغيير نوعا ما بالجيم بلاي، نستنى ونشوف. طيب حاليا خلينا نبدا بالتسريبات اللي شفتها على ريدت بشكل عام، ما لها مصدر موثوق بس راح احكي لكم اياها، وبعدين انتم شوفوا شو الشيء اللي ممكن يتصدق منه. اوكي، اول شيء انه راح نشوف كاتسينات بلاك اوبس 1 وشخصيات بلاك اوبس 1 بالقصه، فعادي نشوف رازنوف او سارجنت فرانكود وغيرهم. هذا تسريب بس منتظركم، ما له مصدر. بعدين تسريب تاني قال انه ما راح يكون في طور باتل رويال، راح يضلوا فقط على الوور زون وراح يكملوا عليها اكتيفيجن، فما راح يكون في باتل رويال ببلاك اوبس القادمه. بعدين احد المطورين قال هذا تسريب، انا ما شفت لاحد المطورين او وين قال. المهم مكتوب ان احد المطورين قال انه جدا ادمن اللعبه القادمه، جدا اشتغلوا عليها بشكل جدا خرافي ومستمتع فيها. طبعا هالكلام لو كان صحيح حيكون جدا حلو، لانه بلاك اوبس 4 قبل تنزل سمعنا عكس هالكلام، كل الكلام اللي سمعناه عن بلاك اوبس 4 كان سلبي. سمعنا ان المطورين ما هم ملحقين، الملتي بلاير مسحوه كله ورجعوا عدو من الاول، كان في طور قصه وبعدين لغوها ومشاكل بالشركه. وشفنا بلاك اوبس 4 ما كانت جدا خرافيه، فحاليا قاعدين نشوف عكس الكلام اللي هو شيء خرافي. بعدين تسريب قاعد يقول انه راح نشوف ترانزيت ببلاك اوبس القادمه ما في الزومبي، فممكن اظن يعني انه الحزمه الخامسه نشوف باري ترانزيت دايرس وكذا، تكون مثلا نسخه الخاصه اللي تشتريها ب $100 مثلا، تجي معها مابات زومبي اضافيه وما يكون لها علاقه بالقصه، تكون فقط مابات نرجع نلعبها. اظن ممكن يكون له علاقه بالكلام، او ممكن يرجعوا ترانزيت كماب اساسي، ما ندري، نستنى ونشوف. وبعدين مصدر يقول انه راح نشوف الجاجرنات، راح نشوف بيرك الجاجرنات مره ثانيه. هذا المصدر شفته بشكل عشوائي، وشفت ذا جيمنج ريفولوشن اللي هو سرب كثير اشياء طلعت صحيحه، اكد عليه انه راح نشوف جاجرنات بلعبه كول اوف ديوتي او بلاك اوبس القادمه بالزومبي. فاي يا شباب، هي تقريبا كل التسريبات. في شيء اخير فيه معلومات جدا سريعه، اللي هو مؤتمر اكتيفيجن اللي صار من فتره، مؤتمر مثل لكم للاسهم والشير هولدرز. قالوا في اولا ان اللعبه ما راح تتاخر، راح تكون هالسنه. كثير ناس توقعوا انه ممكن تتاخر اللعبه بسبب مرض الكورونا وكذا، قالوا لا انه لا راح تضل هالسنه وقاعدين يشتغلوا من بيوتهم. بعدين قالوا انه بشكل من الاشكال اللعبه القادمه راح تكون متصله بالوور زون. طبعا ما قاعد يقول من ناحيه قصه او شيء، بس قال انه عنواننا القادم هيكون متصل مع الوور زون، لانه الوور زون كان جدا ناجح. فاظن انه لو اشتريت البلاك اوبس راح تاخذ سكن بالوور زون، او مثلا نفس لو اشتريت مثلا حزمه معينه بالوور زون تعطيك شخصيات وتعطيك نسخه ضعيف او نسخه لايت من بلاك اوبس القادمه، يكون فيها بس مثلا بث الملتي بلاير او القصه، فبعدين الناس يلعبوها يتحمسوا يشتروا اللعبة كاملة. أظن شكل من الأشكال. وقال بعدين أنه هالسنة رح يكون عندهم لعبتين، فممكن أول شيء لعبة بلاك أوبس القادمة أو لعبة كول أوف ديوتي القادمة، هي واحدة منهم. اللعبة الثانية ممكن تكون شيء له علاقة بكول أوف ديوتي، ممكن نشوف المالتي بلاير لمودر وورفير توري ماستر، أو ممكن عنوان ثاني لأكتيفيجن نفس كراش أو شيء ثاني ما يعني، أو عندهم كثير ألعاب صغيرة، فممكن كراش أو أي لعبة صغيرة ثانية. فيا شباب، هالفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات آراءكم عن اللعبة وشو تتوقعوا. وبس، كان معكم في شركيات شركة كيش، كم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.